لتغطيتنا مشاهدينا الكرام لتغطيتنا لنهائي شركة شرق الداخلية 19 المقام هنا في نادي الحويلات في الجبيل الصناعية. يقف معي في هذه اللحظات أحد الشخصيات المهمة في إنجاح هذا الحفل الأستاذ علي العمر. أستاذ علي نرحب فيك لأول ظهور لك عبر شبكة الفارس العالمي. حياكم الله وأهلا فيك ومرحبا فيكم. يعطيك العافية أستاذ علي. ودي تحدثني عن المجهود اللي بذلتوه في إنجاح هذا الحفل من جانب تنظيمي، دعوة الجماهير، جميع الأمور اللي قمتم فيها لإنجاح هذا الحفل. والله الحفل هذا سبق أنه كان جزء من مخطط هذه السنة، وكوننا لجان للإعداد للحفل هذا وتوفير ما يلزم من معدات، من موقع، من استئجار، من تدريب، من حكام، وتقرر أنه يكون في هذه المرحلة بناء على الخطة التشغيلية للشركة، لأن الجزء الأول من العام حيكون عندنا برامج صيانة داخل المصنع تشغل جميع اللاعبين، ولكن في الربع الثاني من العام يكون عندنا انفراج فنستطيع أن نقوم بمثل الأنشطة الرياضية هذه. زين أستاذ علي، اللي حثكم على هذه الفكرة؟ اللي حثنا على هذه الفكرة لإدارة الشركة ودعمها، والهدف من هذه الدورة هدف استراتيجي لقادة الشركة، وهو دعم التواصل والاتصال بين الناس وخلق الجانب الاجتماعي والخروج من دائرة العمل والضغوطات العملية. زين أستاذ علي، اليوم أنت رأيت شبكة الفارس العالمي في مشاركة مثل هذه التغطية، رأيك بمثل هذه الفكرة اللي تعتبر طبعا الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية كشبكة إعلامية دورها في تغطية الأحداث التي تدور داخل الأحياء؟ والله تجربة جميلة ورائعة، وشعرت بوجودكم من أول لحظة حقيقة، ولم يتوقف دوركم يعني حقيقة على أخذ المشاهد أو اللقاءات، بل لاحظت المشاركة أيضا في الترتيب، المشاركة أيضا في التوجيه، فحقيقة حسيت أنكم جزء من هذا البرنامج. يعطيك العافية أستاذ علي، تشرفنا بأول ظهور وإن شاء الله ما يكون الظهور الأخير. يعطيك العافية وشكرا لكم ومرحبا فيكم في جميع مناسباتنا في الشركة، ومستعدين أن احنا نتجاوز يعني المنظور المحدود إلى أبعد من ذلك. يعطيك العافية، الله يحييكم يا شباب.